تم واحنا في مكتبك هنا مش قادره اشيل عيني من على الصور، فلازم اسالك عن الحياه الشخصيه في وسط كل المسؤوليات والعمل العام. كان ليها دور شكله ايه؟ انا شايفاه مبهج بصراحه. لان يعني انا زي ما قلت لك انا راجل متفائل مبتسم وبشوف الناس احسن ما فيها، فانا اسرتي احسن ما فيها، سواء ابني ناجح الحمد لله وبنتي وزوجتي وأحفادي بقى، عندي ثلاث حفيدات يعني يملأوا الحياة بهجة ورضا بالنفس. جنن صور عظيمة يا. ختاما عندنا سؤال تقليدي كده في شغل عالي، انه بنقول لحضرتك مجموعة من الكلمات، ويعني حضرتك قول لنا كلمة قصاد كل كلمة من اللي احنا بنشاركك بيه. وقع كلمة التعلم على دكتور حسين بدراوي. الحياة طول الحياة تعلم يستمر، ليتوقف عن التعلم توقف عن الحياة. المدرس يجب أن يكون الهدف الرئيسي للدولة. مفهوم. العيلة هنقول الخلية الرئيسية لبناء مجتمع سوي. أصدقائك من عيلتك أصدقاء باقين إلى الأبد. الحب هقولك حاجات كتير بقى عن الحب. اللي ما يعرفش يحب ميت، والحب بكل أنواعه، مشاعر الحب هي التي تجعلنا إنسانيين. نقدر نكمل. الشغف، انت هتلاحظي ان انا ما انا شايفاه اهو، انا شايفاه عليه حضرتك. يعني الشغف هو الطاقة اللي تجعل موتور الحياة يتقدم ويجعل توجهاتنا لها معنى. أنا شغوف بالحياة وشغوف بالفن وشغوف بالتعليم وشغوف بالتواصل مع الناس وشغوف ببلدي بغض النظر أنا فين. ده حقيقي، لأنه مهما اختلفت المواقع حضرتك بتكمل في رسالتك. الشباب أمل هذه الأمة. الوقت الوقت لا ما هو اليوم مع حضرتك لازم يسأل عن الوقت. ناس كتير تعمل ده كله انت. ناس كتير بتسألني السؤال ده، هو انت بتقدر تعمل الكلام ده كله ازاي؟ عندك وقت؟ قولهم اللي يقول ما عنديش وقت كاذب. كلنا عندنا وقت، كلنا عندنا وقت نقرأ، وكلنا عندنا وقت نتحاور، وكلنا عندنا وقت نتعلم، وكلنا عندنا كلنا. فالوقت نسبي، انت بتستخدميه ازاي يرجع اليك. والوقت علمي بقى. لسه كاتب مقال قريب لنفسي عن الزمن. احنا زمان كنا بنتكلم يعني عبال ما البشرية عرفت السنين والشهور والأيام والساعات والدقايق والثواني، وقفت عند الثانية. لا ده في تحت الثانية بقى تفاصيل. فالزمن بعبقرية أينشتاين لما قال لك الزمن نسبي، وإن إذا وصلت لسرعة الضوء تنعدم المادة، معناها إن الزمن كمان ممكن يختفي. فالزمن لكل إنسان له شكل، يعتمد هو عايز يستخدمه إزاي وفين.